مساء الخير. مصر المحروسة أمضت يوم أحد تقاسمه إنجيل وقرآن في قداس وصلاة غائب، عكس مشهدا متماسكا في ميدان التحرير فيما استمر النظام بالبحث عن مخارج لأزمته ولو كان مأخوذا من قلب الثورة ومن صناعها. فاليوم بدأت جولة متقدمة مع نائب الرئيس عمر سليمان، تبرأ منها الشباب وتمسك بأهدافها ما تبقى من نظام، على اعتبار أن أي مخرج للرئيس لابد أن يمر من ميدان التحرير الرافض حتى الساعة أي اقتراحات خارج سقف رحيل مبارك. أطراف التفاوض كانت على مثلث الإخوان، الوفد والتجمع، وقد طرح على سليمان تسلم الرئاسة ليجري التفاوض المباشر معه، لكن نائب الرئيس رفض مقترحا العمل على الإصلاحات المطلوبة. لم يبدو من خلال جولة التفاوض أن الوفد المعارض قد خرج عن عباءة الميدان، بل حرص الإخوان على التشديد أنهم لن يفرطوا بما تحقق على أيدي الشباب الثائر والشهداء الذين سقطوا. وبهدف الالتفاف على المتحاورين استبق سليمان التفاوض بالإعلان عن تحرير الإعلام والبدء بإصلاحات خلال شهر، ولكن بمجرد تحرير الإعلام هذا يعني أن الإعلام كان مقيدا وخاضعا لسلطة النظام، ولا يعتقد أنه سيتعود فجأة على حرية لم يمارسها منذ عقود. وبمجرد الإقدام على الإصلاحات يعني أن مصر لم تعرف الإصلاح يوما، ولا يزال نظامها يعيش على فتات الدعم السياسي الأمريكي الذي يمارس دجله على المصريين كما مارسه سابقا على اللبنانيين. فواشنطن تبرأت من كلام موفدها إلى القاهرة الذي أعلن تمسكه ببقاء الرئيس حسني مبارك، لكن وزنر هو ممثل شخصي لأوباما ولا يحق له الاجتهاد الشخصي من دون مشورة الرئيس. وعلى الأرجح فإن وزنر أعلن الموقف الصادق للإدارة الأمريكية التي تراوغ به وتلف حوله وتطالب بانتقال فوري للسلطة من دون أن يعرف العالم ماهية هذا الانتقال. هي صبغة أمريكية لا تدوم، ولابد من أن يأتي أحدهم من داخل الهيكل ليفضح شيبها السياسي، تماما كصبغة الرئيس التي يحرص على تماسكها ولو في عز الأزمات وفي عمر 83. غير أن ثورة مصر جاءت اليوم لتكشف الألوان الحقيقية، ولا صوت يعلو فوق صوت الميدان حتى ولو استقدموا الخيول والجمال التي قال فيها محمد حسنان هيكل اليوم إنها تعكس صورة الدواب في السلطة. اليوم وبعد أيام الثورة المجيدة لم يعد أمام الرئيس سوى تطبيق ما نصح به مبارك يوما الرئيس العراقي صدام حسين.